لكن المشكلة هذه لديها بعيدا عن الفساد، هذه الشركات لا تريد للجيش العراقي أو الداخلية العراقية أن تتقدم. لذلك موضوع الطائرات، موضوع الطائرات أخذ فترة أكثر من 14 شهر للتفاوض ولجان تذهب وتروح وكذا، ومن ثم حقيقة لم يكن هناك تعاقد، لأنها ذهبت إلى طريق حقيقة أن هذه الطائرات لا تعمل بالعراق. هي لو كانت أن تبحث عن الربح التجاري، لأن هي تأخذ 2% بشكل رسمي وأكثر من ذلك بشكل غير رسمي، أنت تتكلم عن مليارات، كانت تعاقدت مع شركة محترمة وطائرات جيدة، لكن هي لا تريد الجيش العراقي أن يمتلك الطائرات، وكذلك بقية الأسلحة وحتى هيبة الجندي العراقي بالملابس والقيافة. أكيد كانت إمكانيات الجيش العراقي في وقت النظام السابق كانت بسيطة، لكن كان للضابط وللجندي هيبة من خلال هيكل، لذلك حتى في مثل هذا الأمر هي أنت. أنا أقول خروج المحتل أكيد سوف ندفع شيء من هذا الأمر، لكن أكيد أقل يعني أقل بكثير مما ندفعه في الوقت الحاضر، وسوف نكون أمام سيادة عراقية، وأنا باعتقادي العراقيين يستطيعون أن يدوروا أنفسهم عندما يكونوا في المحنة. يعني أنا كان عندي كلام عن كتلة أحرار، بس ما دام فتحنا موضوع للانسحاب الأمريكي والاتفاقية الأمنية خلينا نكمله للمشاهد. يعني كلامك عن الغيرة والنخوة العراقية شيء، وكلامنا عن سمائنا وعن أرضنا وحمايتها شيء آخر. خلينا نتعامل مع الاتفاقية الأمنية من منطلق المصلحة الوطنية كما ذكرت سيد بهاء. التيار الصدري أخذ موقف أنه لا تمديد، ترى الجيش المهدي موجود. هذا موقف يعني خدتوه بمفردكم بدون الرجوع إلى كتل سياسية أخرى، وما أخذتوه بنظر الاعتبار الصالح الوطني. أنا ما أريد أكون مدافع عن بقاء الأمريكان، بس أقول ما كان المفروض بيكم ترجعون إلى كتل سياسية تناقشوها بهذا الموضوع؟ جماهيركم انتم شاطرين بالاستفتاءات زين، ممكن ترجعوا لهم. احنا حقيقه لا نناقش مثل هذه الامور الكتل السياسيه على الرغم اخواننا، حقيقه ممكن نناقش بموضوع اخر. نحن نعرف كثير من الاحزاب السياسيه، وليس كثير، بعضها وبعض الشخصيات، هي لولا وجود المحتل لم تكن في هذا الموقع ولم تكن بهذا الحجم. لكن انا اقول كتله الاحرار، والان امام المشاهد يسمع اكيد البعض منهم، كتله الاحرار قد عقدت اجتماعات غير رسمية مع كثير من الضباط العراقيين المتقاعدين، وهم فنيين وفي مختلف صنوف الجيش، ومنهم في الخدمة في الوقت الحاضر، وكذلك مع أساتذة في القانون الدولي وفي السياسة. ووجدنا واستعرضنا الحال من يوم وقوع الاحتلال لحد هذا اليوم، ماذا يترتب علينا لو خرجت قوات المحتلة، وماذا يترتب علينا لو بقت. أترك الجانب الديني والجانب الجهادي والجانب كذا، وجدنا أن لو بقاء الاحتلال في العراق سوف لا يتقدم العراق بل يتأخر، ابتداء من البنية التحتية هذه الضعيفة التي حقيقة تتأخر يوم بعد يوم بسبب هذه الهمرات والدبابات التي تسير على العراق. ممكن تتقيد باتفاقية أمنية جديدة؟ لا يمكن. الاتفاقية الأمنية حقيقة لم تكن يمضي عليها إلا 16 شهر، وكثير من البنود الاتفاقية أنا أعطيك منها الواضحة لم تطبق لحد هذه الساعة. هناك بند بالاتفاقية يقول لا، من غير الممكن أن تكون هناك دبابات أو همرات أو عجلات للقوات الأمريكية إلا بعد 12 بالليل، وهذا تكون على سبيل النقل لوجستي. لكن أنت الآن مواطن عراقي وبغدادي وأني وأي عراقي سوف يجد في وضح النهار كثير من هناك الاتفاقية الأمنية في أحد بنودها يقول أنه القوات الاحتلال سوف تسلم جميع المعتقلين والسجون إلى العراقيين، وهذا ما لم يحدث لهذا الساعة. كثير من السجون والمعتقلين المهمين لا زالوا عند الجانب. هناك من الاتفاقية الأمنية سوف تسلم الأجواء العراقية المدنية، ولم تسلم لحد هذه الساعة. هناك من الاتفاقية الأمنية يقول أنه سوف يكون عدد الـ أو الأشخاص المهمين الـ VIP الذين يأتون من بلد الاحتلال سوف يأتوا بفيزا ويدخلون عن طريق. هناك كثير، وزير الدفاع الأمريكي، نائب رئيس الجمهورية يدخل العراق بدون فيزا وبدون مؤخرة، ولا نعرف متى يدخل، عندما يصل أو قبل أن يصل المنطقة الخضراء يعطي إشعار. غريب تهديدكم بإعادة جيش المهدي ورفع التجميد عنه، يعني أنتم الآن في العملية السياسية. احنا لم نهدد. ما تحتاجون هذا التهديد؟ أنا أقول لك شيء واحد، نحن بدأنا بالمقاومة المسلحة العسكرية، وهذا تشهده مدينة النجف ومدينة الصدر، وبعدها حقيقة دخلنا المقاومة السياسية وتمثلنا في انخراطنا في الجمعية الوطنية ومجلس النواب السابق والحالي. الآن وعدونا الكتل السياسية وخاصة من استلموا الحكم، والكل يعرف أن لولا التيار الصدري لم يكن الحزب الفلاني أو الشخص الفلاني على دفة الحكم، وهذه حقيقة. نحن لم يكن لدينا امتياز، يعني انتم صناع قرار بهذا البلد بالضبط، لكن اخذنا عهدا وان شاء الله يلتزمون بالعهد بان
لا يكونوا سببا في تجديد الاتفاقية الأمنية بأي صورة من صورها. يعني الآن نسمع سيناريوهات أن لا سوف تكون اتفاقية جديدة راح يبقى 10,000 أو 20,000 جندي، وبالتالي من يعرفهم 10,000 من 100,000؟ هل أنت عندك الإمكانية وأنا عندي القابلية بأن أو يسمحون لنا بنعد الجنود الأمريكان؟ الآن يقول 50,000 جندي، لا أحد أتحدى من القائد العام القوات المسلحة إلى أصغر جندي في العراق أن يعطيك عدد القوات الأمريكية الموجودة في العراق. ما تعرف عددهم؟ أخي ما معقولة، ما معقولة الآن 50,000 جندي. أنت تحكي على 19 محافظة وهذا الكم العمليات. طيب شنو الداعي من إعادة تفعيل الجيش المهدي؟ لا احنا يعني تريدون تواجهوا الأمريكان؟ لا لا عندكم سلاح؟ أنا عندكم مال؟ دخلنا الآن المقاومة السلمية والسياسية والدبلوماسية، لكن عدم خروج المحتل فبالتالي أكيد سوف يكون هناك جيش المهدي. لكن أنا أقولها بصراحة على الرغم هناك كان تفسير فهم خطأ، جيش المهدي سوف يختلف عما كان عليه في المرحلة السابقة. جيش المهدي هذه المرة سوف لا يقتصر لا على مكون ولا على طائفة ولا على حزب ولا على تيار. جيش المهدي سوف يكون عنوان لكل من يرفض الاحتلال، وبالتالي من أين ما كنت عندما قلت أنا للعرب وغير العرب فسروها بالأجانب، لما قلت أنا كنت أقصد الكراد والتركمان. فبالتالي هذه المرة جيش المهدي يعني فاتحين باب التطويع أنتم؟ لا 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 أنا ما أكون أصلا جيش المهدي ما بتطويع وهو جيش عقادي، وحتى تقول يحتاج أموال ما يحتاج أموال لأن كل واحد عنده سلاح. لا أنتم تريدون تواجهون أمريكان؟ لا إحنا واجهنا إحنا واجهنا الأمريكان بالسابق، وبالتالي حقيقة لم يكن لدينا أي سلاح يأتي عن طريق مد سواء كان من داخل التيار أو من غيره. هناك اليوم ماكو عائلة عراقية ما تمتلك سلاح. سيد بهاء، الآن التيار الصدري تيار قوي منظم متماسك، حققت شيء جميل بالانتخابات، كتلة أحرار فعالة في البرلمان، ما تشعر أنه إعادة تفعيل جيش المهدي ممكن النيل من هذا التيار خلال هذه الفترة؟ احنا نتمنى أن لا يعاد جيش المهدي، نتمنى أن تلتزم الأطراف العراقية بعدم تمديد بقاء القوات وأن تخرج القوات الأمريكية ولا يكون هناك شيء اسمه جيش المهدي، وإنما يكون هذا حقيقة مؤسسة اجتماعية علمية تقديم خدمات للشعب العراقي، هذا ما نتمناه. لكن هناك العراق يستحق الكثير، هذه التجربة الثمان العجاف التي مرت حقيقة يجب أن تقف، ونحن باعتقادي سوف إذا لم تحل سياسيا أكيد سوف تحل شعبيا، ونقول جيش المهدي سوف يختلف عما كان عليه بالحجم وبالنوع. سيدنا فاصل، أعزائي المشاهدين فاصل ثم نعود إليك. نعود معكم أعزائي المشاهدين وهذا الحوار مع السيد بهاء العرجي، الكلام عن استعراض وما أعرف استعراض عسكري أو غير عسكري. لا حتى هناك محتاجين هذا الاستعراض؟ كان نعم. شنو حاجته؟ أنتم معروفين يعني؟ لا الشارع يعرف هذا الاستعراض، هذا الاستعراض هناك كثير من الكلام، هناك كثير من العمل كان خلال السنوات الماضية وخاصة بعد التجميد، سواء كان من قوات الاحتلال أو سواء كان من دول أخرى أو من كتل سياسية موجودة على أن تفرقة أبناء الجيش المهدي أو تفرقة أبناء التيار الصدري. أنا أقول لك سوف يكون هناك استعراض في يوم قريب جدا لا يقل عن 100,000. 100,000 مقاتل؟ ما يقل عن مقاتل. يعني احنا العراقيين كلهم مقاتلين في خطوة يكون الاحتلال، لكن انا اقول استعراض مدني، وهذا ما بينه سماحة السيد مقدم الصدر دام التوفيق في احد الاستفتاءات ان يكون هذا الاستعراض مدنيا مدني سلميا لا يكون هناك اي اشارة ان يكون استعراضا عسكريا. فبالتالي ما تشوف انه التيار الصدري ممكن يأثر في القرار؟ ما يحتاج الاستعراض ولا يحتاج استنفار لا في القرار لا موجودين يصممون على قراركم واحنا ما نقبل. لا في القرار انا اعتذر، هذا القرار صعب جدا وهذا يجب ان عندكم شك اكو قوه تريد تمدد؟ نعم لا مو شك، عندنا يقين. عندكم يقين؟ نعم، وانا اعطيك الدليل على ذلك. اولا الاجتماع الاخير الذي كان للحكومه السابقه، يعني حكومه السيد المالكي مو هذه اللي قبلها، الاجتماع الاخير هناك جلسة سرية وأنا المحاضر عندي موجودة، جلسة سرية قد مدد بها القوات البريطانية لمدة 6 أشهر، والمعروف أن القوات البريطانية هي مسؤولة عن تدريب القوات البحرية العراقية في البصرة، وهذا يعني أن القوات البريطانية لا يمكن تمديد لها ما لم يكن هناك جارنتي بالتمديد للقوات الأمريكية، كونها القوات الأمريكية التي تعطي الغطاء الجوي إلى القوات البريطانية. هذا واحد. اثنين هذه الزيارات التي كانت سواء كانت من نائب رئيس دولة الاحتلال أو وزير خارجيتها التقت بمسؤولين عراقيين، سيد رئيس الجمهورية، سيد رئيس الوزراء،
كثير من الأشياء الكتل، وهناك علاقات فيما بيننا وكذا من تسريبات. هناك سؤال كان بالنص الواحد بالحرف الواحد بأنه طلب ببقاء القوات، لكن الآن للأسف الشديد هناك خجل من الشعب العراقي من هؤلاء القادة الذين يريدون بقاء القوات الاحتلال. ليش نسميه خجل؟ لأنهم يخافون الله، فبالتالي خجل. لا خلينا نقول يجوز يعني تريث مثلا، خلي نص. لا خجل بالمواجهة، لا لا خجل، احنا خجل مهيئين لهذا خجل الموضوع. خجل بالمواجهة. أنا اليوم لا أبقي القوات نفسها، لكن أقول لا أسوي اتفاقية بتقليص بقاء القوات وخليهم دول يدربون وهم مشاعتهم 20,000. يا أخي لا السيد جلال طلباني ولا السيد المالكي ولا أنت ولا أني ولا أي واحد بالعراق يعرف ما هو عدد القوات الأمريكية المحتلة في العراق. إذا عرفت العدد إيش راح يستفاد؟ بس أكو قضية، أكو رئيس الوزراء تحدث عن إجماع وطني. بشنو؟ إذا يكون الأمريكان لازم أكو إجماع وطني، يعني إذا رفض التيار الصدري ماكو إجماع وطني. والله أنا ما يجوز أعتبرون التيار الصدري مو وطني، فبالتالي لا لا حد من يعتبر التيار الصدري. لا ممكن يعني أنا إجماع أقصد به القرار. أنا أقول لك هذا القرار اتخذه مجلس الوزراء تتكلم أنت عن نصف زائد واحد، يعني لو عندك ما شاء الله 44 45 يعني تتكلم عن 22 واحد، وهذا النصاب ممكن أن يتحقق في مجلس الوزراء، وهناك نصاب آخر في مجلس النواب. أذكرك في واحد بالاتفاقية السابقة صار في الجدل كلش كبير بأنه التصويت بالثلثين لو نصف زائد واحد، والحجة كانت أن هذا القانون لم يشرع لحد هذه الساعة قانون التصديق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية. زين ليش ما مشروع عليه هسه الآن؟ لجنة العلاقات الخارجية تريد تقدمه واللجنة القانونية، هناك إرادة خفية تمنع حتى ما يكون واضح للكتل السياسية أو للغير كم النصاب القانوني بالتصويت على هذه المعاهدة وتلك الاتفاقية. أنا أقول لحد الآن ذهبنا بهذه الاتفاقية ممكن أن نذهب إلى بروتوكول أو اتفاقية المهم يضمن بقاء القوات بخمسين زائد واحد، وهذا ممكن للتيار الصدري، أو حتى للثلثين وهذا ممكن أن يكون بدون تيار صدري. أنا أقول وأنت تعرف والمشاهد يعرف هناك كتل وقيادات سياسية جاءت إلى العراق ولولا المحتل لم يكن ما انتخابات جابتهم. هناك نواب صعدوا 700 صوت، وهناك معدل النائب اللي صعد الان 3000 صوت. يعني قوات الاحتلال ما جابتك؟ اني؟ اي الحمد لله لا اني ولا الكتله التي انتمي اليها. شلون الوضع صار؟ يعني الكل يعرف احنا التيار الصدري كان في مقاومه والمقاومه كانت معروفه، هناك كان رجاء كثير مرات من كتل سياسيه من اخرى بان يكون العمل، وهم شو بيقولوا عنها بالمقاومه السلميه، بالمقاومه الدبلوماسيه، بالمقاومه السياسيه، دخلنا العمليه السياسيه. انتم اقوى بالمقاومه هذه. أي مقاومة؟ أقوى من المقاومة المسلحة، أنتم أقوى من مقاومتكم السياسية في البرلمان الحالي. شوفكم واحد. العراقي الذي يريد تحرير العراق سواء كان في التيار الصدري أو خارج التيار الصدري، يعني هذا خمور كثير من غير التيار الصدري يريدون يعني تحرير العراق، فبالتالي عندنا معمل في مجلس النواب أو سوف يكون مقاتل، سوف يكون يقدم عمليه بكل إخلاص، فهذا عراقي. لذلك أنا باعتقادي أبناء التيار الصدري هم عراقيين، يعني قاتل وجاهد واستشهد وراح ما أخذ لا فلس ولا دينار ولا يطالب بتعويض. هذا جاي من أجل قضية، وهذا قضية حقيقية. ما تخشى على الدولة اللي أنتم ساهمتوا فيها؟ هذه دولة دستورية قانونية ترسخ هسه أعراف برلمانية جديدة عندنا، والتيار الصدري فعال بهذا الموضوع. ما تخشون على هذه الدولة من إعادة قوات غير نظامية في الشارع العراقي؟ لا ابدا. اولا هناك ثلاثة، اولا لا يوجد دوله في العراق. هذا كلام خطر. لا هذا حقيقه. انت رئيس لجنه هذا النزاهه أنا وعضو برلمان ورئيس كتله احرار. انا اقول لك يعني مفهوم الدوله الحقيقي، الدوله التي نتكلم عنها هي دوله مؤسسات. هناك مؤسسه تشريعيه. انت ابن المؤسسات. انا اقول لك هناك مؤسسه تشريعيه وتنفيذيه وقضائيه، وهناك مؤسسه اعلاميه. اعطيني واحده الآن تداخل ما بين المؤسسة التشريعية والتنفيذية. هذا وارد، بناء جديد. أكو فرض إرادة. أكو بناء جديد. أكو فرض إدارة. السيد بهاطي المفوضية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تابعة إلى مجلس النواب، وهذا بموجب الدستور يصدر قرار من الجهة من الحكومة ويقول لا إحنا سوف نشكل، لأن نريد يشتغلون الشهر العطلة هذه، إحنا راح نشكل لجنة بتعيينات ال 8000 موظف الموجود اللي هم تداركها مجلس النواب وصدر قرار بالتعيين يكون مباشر. هذا واحد. السلطة القضائية حقيقة هناك تدخل كبير من الجانب التنفيذي والتشريعي في عمل السلطة القضائية. السلطة الإعلامية هناك إعلاميا ظل بس مع هذا أكو دولة.
بالدليل انت عندك حصانه هسه قدامي، يعني ما عنده حصانه. لا هذه حصانه لانه اني ابن هذا النظام، ابن هذا النظام، ليش ما يكون للصحفي حصانه مثل ما موجود في كل العالم؟ ولا اقصد بالحصانه الجنائيه، وانما الحصانه الحقيقيه الموجوده في كل الدول المتقدمه. الحصانه هي 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 لانه انا ابن النظام هذا، ابن هذا النظام، على الرغم ممكن اكون ابن شاذ وهذا فخر كبير، لكن ابن هذا النظام. طيب وبالتالي الامريكان حقيقه فلشوا دوله من اليوم الاول عندما الغوا او ابطلوا مؤسسه الجيش، هذه المؤسسه الكبيره الوطنيه، مؤسسه الاعلام على الرغم من الملاحظات الكبيره، لكن ممكن ان تنقى وممكن ان نعمل بها من مؤسسه اخرى كثير. وكذلك من الاتيان بانظمه حقيقه جديده بعيده عن العرف العراقي. يعني الان عندنا وزاره العدل، لم يكن النظام الموجود في الوقت الحاضر جاء مجلس القضاء، هذا حقيقه دفعنا كثير عنه وجعلنا ان تتداخل كثير من السلطات ولا تكون دوله حقيقيه في الامر. الدوله الحقيقيه عندما تخرج خارج العراق ان يكون العراقي محترما، والان بدانا بمثل هذا الامر، والكثير من العراقيين عندما يسافرون خارج العراق يعانون معاناه كبيره، هذا دليل على ان لم تكن هناك تصرفات. ما فكرتوا بعد خروج الامريكان ماذا يتبقى للتيار الصدري؟ يعني جماهيريتكم اعتمدت اسلوب المقاومه والسلاح، وانتم زرعتوا هذا العلاقه بين يعني اذا خرجوا يعني الامريكان عندكم شغل بعد هذا؟ لا، المقاومه واجب عندنا، بناء دوله اللي يتكلم عليها اللي ما موجود الان، مو بس احنا التيار الصدري، ومع كل القوى الشريفه ومع كل المكونات الموجوده في العراق عندنا بناء دوله، البناء الحقيقي. انت اعطيني مثلا اليوم الدوله، انا اتكلم عن دوله اليوم، اعطيني ضابط بأي رتبة كان عليه لم يكن محترما مثل ما كان عليه ملازم محترم في وقت النظام السابق. هذا القانون. انتم بنيتوا الدولة، هاي إدانة لكم. لا، نحن اولا الدولة هي لم تكن لصدام حسين، ولا هي لجلال الطلباني، ولا هي للعرجي، ولا هي للمالكي. الدولة للعراق، الدولة العراقية. نحن نتكلم عن حكومات، لذلك هناك خلط ما بين الحكومة والدولة. الحكومة ممكن ان تسقط بثورة، بانقلاب، بتتغير بانتخابات، لكن الدولة يجب أن تبقى. لكن للأسف شديد الأمريكان فلشوا الدولة العراقية، ونحن جئنا لنبني حكومات. حدثت قبل قليل قلت الآن التيار الصدري أفضل من قبل. أريد أسوي لك مقارنة بين التيار الصدري أيام كان الجيش المهدي فعال، وبين التيار الصدري حاليا تحت مظلة كتلة أحرار منظم فعال، وعندكم نائب رئيس مجلس النواب. من الأفضل برأيك؟ لا، كل مرحلة. شوف، هذه حاليا أفضل. لا اسمعني، هذه النتيجة الموجودة في الوقت الحاضر لم تكن المرحلة التي سبقتها. يعني الواحد مكمل للآخر. هي احنا نتكلم عن انتاج. انا اعطيك مثل يعني بدأنا دخلنا الانتخابات بالجمعية الوطنية، ومن ثم مجلس النواب السابق، الدورة السابقة، ومن ثم المجلس الحالي. الجمعية الوطنية كان عددنا 23 نائب. البرلمان السابق او المجلس النواب السابق كان 30 نائب، اليوم احنا 40. هذا يعني تقدم. اعطيني اي كتله تقدمت، بالعكس اخذت تتناقص. هذا دليل اولا هناك رضا كبير من الشارع العراقي والشارع الصدري، والثاني استفدنا من المراحل السابقه. انا اعطيك كثير من الشخصيات السياسيه وكثير من الاحزاب السياسيه، وممكن بعض المراجع كانوا ينتقدون التيار الصدري وسمحت السيد مقتدى الصدر بسبب ما حدث في النجف او في مدينه الصدر او مقاومته للاحتلال، وبالتالي كانت هناك نعرات كثيره وظل لحكم صدام كان موجود. الان نفس هذه القوى التي كانت تسمي القوات الصديقه، تسمي قوات احتلال، وتتذكر وتتالم على الموقف الذي دخلته من التيار الصدري. سمعت السيد يحترم راي المرجعيه، ذكرت لي قبل شويه. نعم. قبل بدايه الحلقه. طيب ليش ما اخذت راي المرجعيه في هذا الموضوع؟ باي موضوع؟ موضوع الاتفاقيات الامنيه وبقاء المحتل. يعني حقيقه اكيد يوجد راي للمرجعيه في مثل هذا الامر. انا حقيقه حسب علمي الشخصي ان المرجعيه لم تتدخل في الاتفاقيه الامنيه الأولى، لكن ما سمعته حقيقة بأنها حقيقة كانت قد أوهمت ببعض المعلومات عن هذه الاتفاقية وهي غير راضية عنها. غير راضية، وبالتالي غير راضية عن بقاء الأمريكان. أكيد. طيب تحدثت عن أنه جيش المهدي طبيعته راح تتغير من ناحية النوع، ممكن يضم. لا، مو طبيعته. يعني مو طبيعته. اليوم جيش المهدي كان مقتصر على تيار واحد وهو تيار الصدري. اليوم احنا نفتح الباب. راح تفتحون الباب يا أخوان. هذا الجيش الان منفتح على كل المكونات. شو تحالفاتكم ما انفتحت ولا تغيرت؟ ليش؟ بالعكس بقيتوا نفس النمط من التحالفات بالائتلاف الاول
والائتلاف الثاني. لا، هناك تحالف او ائتلاف شكلي، وهناك تحالف وائتلاف قضائي. اوكي، التيار الصدري يختلف عن كل، حتى كتله الاحرار تختلف. احنا ما عندنا موقف من حزب معين، اي حزب كان من مكونات التحالف او من برا او من قائمه معينه، عندنا موقف يعني شخصي او موقف حزبي. لا، احنا نتخذ الموقف بناء على المواقف التي اتخذها تلك الكتله. يعني اليوم قبل يعني اليوم تشكيل الحكومه كنتوا قريبين من العراقيين. احنا الاستاذ طارق الهاشمي كان عندنا موقف كبير من عنده في بسبب قانون الانتخابات السابق وكذا، وتذكر كل هذه. لكن اليوم احنا اول ما دعمنا طارق الهاشمي بالتصويت لهذا اليوم. ليش؟ لذلك، لانه مفهوم دكتور طارق قد تتغير عما كان عن الاحتلال، عن القضايا الوطنيه المهمه، وعن كذلك وهذا عن الاحزاب الاخرى. ممكن احنا الان حزب الدعوه او السيد المالكي لدينا خلاف فيه معه قبل الانتخابات وبعد الانتخابات واثناء تشكيل الحكومه ممكن صار، والان بدا الخلاف. لكن ممكن ان نكون اول المدافعين والداعمين للسيد المالكي عندما يقف وقفه حقيقيه من الاحتلال ويبدي عدم رغبته بتجديد الاتفاقيه. موقفكم من دوله القانون، اكو مشاكل بيناتكم؟ يعني انا اقول لك يعني اكيد اكو مشاكل. احنا اليوم مشاكل مع دوله القانون ومع الاخرين، لكن الناس اقرب الينا، هناك مشتركات كثيره اكثر. يعني الحليف الاقرب دوله القانون؟ لا، مو يعني المشتركات التي تجمعنا مع دوله القانون اكيد اكثر بمشتركات مع القوائم الاخرى، مع التحالف الكردستاني او مع هذا واقع لازم نقره جغرافيا مدنيا، ما ادري شو تحسبه احسبه. لكن انا اقول دوله القانون دخلنا بها معها بتحالف، وهذا التحالف كان الغرض من تشكيل الحكومه، فالتحالف شكلي. كنتم مضطرين؟ هم مضطرين. لا، انتم. احنا لا، احنا كنا ممكن ان نذهب للقائمة العراقية ونشكل حكومه، كنا مخيرين، وممكن ان نذهب الى دولة القانون ونشكل حكومه. اللي يعرف التيار الصدري يقول ما يروحون للعراقية. لا، ابدا ابدا. تفاصيل عندنا مع الاخوان في دولة القانون. السيد المالكي كان ابن الائتلاف، ونحن اولاد الائتلاف، وكذلك كل المكونات الموجوده في التحالف الوطني كانت في دوله القانون او في الائتلاف. هم حقيقه توجد تفاهمات وتوجد تجارب كثيره، ملاحظات كثيره على السيد المالكي، كما ملاحظات على بهاء العرجي. لكن هناك مواقع ممكن يعني اتفاهم مع السيد المالكي ومع حزب او الاخواني في حزب الدعوه او في المجلس الاعلى وهكذا. لذلك التعهد الذي اخذناه من دوله القانون ومن السيد المالكي بالامرين الذي تقدمنا بهم في بدايه الحلقه، وتقديم الخدمات كحكومه وعدم تجديد، هذا اعطانا حقيقه دافع كبير الى ان نذهب. هذا الامر في بادئ لم نجده في القائمه العراقيه، ليس بعنوان رئيسها ولكن بعنوان المكونات الموجوده. يعني دوله القانون انا اقتنع بصراحه لها راس واحد هو السيد المالكي، لكن العراقيه بها سبع رؤوس. اعزائي المشاهدين، فاصل ثم نعود. مرحبا بكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. سيد بهاء، الغريب على التيار الصدري اللي يقول اني تيار وطني جماهيري مع الفقراء والكادحين والمحرومين، يدخل في حكومه محاصصه وحكومه توافقيه ويدافع عن التوافق، اللي الان الشارع رافض هذا التوافق ويعتقد سياسه التوافق هي سبب ازمات كثيره مر بها بناء الدوله. لا، احنا ما تعاملنا مع الحكومه الحاليه، طبعا هي تسميات مشاركه وطنيه، شراكه وطنيه، هذا حقيقه من بس الرجل رئيس الوزراء تحدث قال حكومه محاصصه. المهم يعني هي انتم اشتركتوا في حكومه محاصصه. لا، اسمع، احنا حقيقه لم ما كنا ننظر الى الحكومه كاشخاص، على الرغم حقيقه لم نقبل بهذا الكم الكبير. اخذتوا مناصب؟ نعم، انا اقول لك، لكن احنا كنا ننظر الى الحكومه كبرنامج حكومي وبرنامج سياسي، ولا عندنا نظره مو احرف او كلمات على ورق، بدنا نشوفها بالفعل. ولذلك احنا اول المطالبين كنا بان تكون هذه الحكومه، تدري الدستور ينص صراحه على ان نصوت على الحكومه وبرنامجها الحكومي في صفقه واحده. قدم السيد رئيس الوزراء برنامجه بشكل رؤوس او اقلام على ان يقدم ويكمل، لم يكمل هذا الساعه، على الرغم ان المرحله السابقه الحكومه السابقه عملنا بدون برنامج حكومي، تعهد انك تجيبه خلال شهر وما جاب لهذا يومك. لذلك نحن نفسر، لكن الزم السيد رئيس الوزراء بال 100 يوم، وهذا حقيقه شيء سوف يعطون الوزراء، كل الوزراء تقريرهم عن هذا ال 100 يوم اللي خلص. شو تحولون على ال 100 يوم؟ أنا مع أول شيء، وأنا السيد المالكي إجا بالمجلس النواب، وأنا قلت له بصراحة، قلت له نعطيك 100 يوم مو 100 يوم. مو الخلل بالسيد المالكي، لا. الخلل كنا إحنا،
حقيقة. شنو موقفكم؟ راح تدعمون حكومة الشراكة الوطنية بعد المئة يوم باعتبار الخلل مو برئيس الوزراء؟ يعني إذا المئة يوم حقيقة إذا لم يكن هناك بصيص بأن يكون هناك تغيير كبير في الخدمات المقدمة بالشعب العراقي، والسطر الأول قلناه في ما يخص الجانب السياسي والتجديد، لا أبدا سوف نكون مثل ما قال سماحة السيد مقتدى الصدر في الخطبة في الحنانة في أمام جماهير التيار الصدري، قال احنا دعمنا الحكومة لهذا السببين، لكن إذا فقد واحد منهم سوف نحن نكون أول العاملين على تغيير هذا الحكومة. تحدثت من الذي يلام؟ يعني حتى الآن راقبنا الأداء الحكومي وأنت راقبت عن كثب، يعني باعتبارك لا اليوم أكو لا أكو 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 ملام لأمرين، أكو مرة تلوم لوضع سياسي كامل الكل نشترك فيه، وأكو مرات لا تلوم وضع حكومي، وضع حكومي تحمل السيد رئيس وزراء وهو وزراء. ليش؟ لأن أنا مخير كان رئيس وزراء بأن يقبل بهذا الوزير أو ذاك، يعني يقبل قدموا له ثلاثة ويختار واحد منهم. وين مخير هسه؟ أزمة هو ما رفض بس سيد بهاء، هو بس ما رفض بس سيد بهاء طبعا، لذلك شنيت حملة على الفساد وسيست القضية. أنا هذا موقف، لأن رفضك ما خلاك وزير. أنا لا أبدا، أنا طني وزير ما رحت، لا لا أنا كان الموقع وزير. آخر لا لا الموقع آخر كما رحت، لا لا أنا كنت قبل في ليلتها كان 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 قدم سيد رئيس الوزراء بهذا الموضوع، لكن أنا ما أسمح لنفسي أن يعطيني موقع. أنا ما تبحث لي أنا وكثرتي، هذا مو موضوعنا. وأنا الآن حقيقة الآن أنا فرح ربضوك كوزير فتحت ملفات فساد. لا أبدا لا أبدا، هذا الموضوع أنا أعطيك إياه بالتفصيل. أولا أنا لم أرفض كوزير، أنا عرض علي وزير مصرف، أنا كان موقع آخر، كنت نائب رئيس برلمان نائب رئيس وزراء، هذا الموقع ما صار. المهم وهذا كان رفض شخصي من السيد المالكي، والان فرح جدا ان لا مشتركه باهي بيش حكومه الحمد لله شكرا، اللي هي لم تكن محل قناعه واحترام لا من السيد المالكي نفسه هو مراضي عليها، ولا من مجلس النواب، ولا من الشعب العراقي. هذا واحد. اثنين، اما موضوع النزاهه، هي لجنه النزاهه كانت يعني كل اللجان مقسمه قبل الحكومه للتيارات. اسمعني للتيارات، فكانت من خصه التيار الصدري لجنه النزاهه، لكن تاخر اكثر حوالي شهر تسمية رئيسها لأنه كان بهاء العرجي. أنا لم أسيس هذا الملف، والدليل على ذلك هناك ملفات كثيرة حلناها للنزاهة ولم نبين أسماءها لحد هذه الساعة. يعني الكلام أنه تحدثت بأسماء كبيرة، يا إما أن تكون هذه الأسماء الكبيرة فاسدة فعلا وتقدمها للقضاء، يا إما يكون تشهير بهذه الأسماء. سيد بهاء، أولا أنا أتمنى أن يسأل السيد رحيم العقيلي، وجدت هناك اشارات من قضايا قد احالت لجنه النزاهه من يوم استلامنا رئاستها واخوتي في اعضائها، لكن لم نعطي اسما واحدا للاعلام. الاسم الذي حصل هو كان رئيس جامعه بس جامعه البكر، جامعه البكر عليه. وحقيقه لانه اسم معروف ظهر ولم نقصد حقيقه هذا الامر، على الرغم هناك ادله ودلائل كبيره على ادانته، لكن هناك وكلاء. انا اعطيك يعني، هل تعلم هناك ست اوامر قبض، والقضاء اسمعني ورحيم العقيلي، ست اوامر قبض صدرت الأسبوع الماضي على كبار المسؤولين، واحد منهم تقريبا بمرتبة وكيل وزير في الداخلية بسبب أجهزة المتفجرات. لكن ما هذا الكلام نريد نشوفه، بس الموضوع بالشارع العراقي أنه النزاهة قادرة بس على الفقير، بس على المساح تركض عليه وتشهر بيه تقول لزمنا مساح ماخذ 25,000، ما قدمتوا لكم مسؤول؟ مو هسه مو هسه، لا لا تقدم. شنو مو هسه؟ هذا كلام مو اليوم، هذا كلام اليوم. ممكن تتكلم عن قبل 7 أشهر، الآن أكو تحسن، ما أقول لك وصلنا لمرحلة، أكو تحسن في عمل هيئة النزاهة ولجنة النزاهة. إلى أي درجة هذا التحسن؟ راح نشوف وزير، راح نشوف مدير عام، راح نشوف حتى رئيس وزراء أشوف. يعني يمكن بهاء العرجي، ممكن كل شيء يصير، ممكن بهاء العرجي. عادل إمام فضحك، بس مجلس النواب المصري دس رسالة اعتذار، وعادل إمام صدر بيان وقال ما علاقة بالموضوع. هذا كان البعثي مصطفى بكري من قام هذا الموضوع. على العموم رسالة عادل إمام موجودة على الإنترنت بخطه وباسمه وبتعليقه بصوت. سيد بهاء أنت شو هادئ، يعني معروف عنك أنت مزاجك عصبي وتتعارك دائما في البرلمان، وأكو مشاهد فيديو، شو هسه هادئ؟ لا هذه لما تكون مواقف شخصية حقيقة ما أهتم لها، لكن عندما تكون موقف وطني أو موقف لأهلي وناسي لا. حد البارحة كان عندك موقف؟ البارحة ما أعتقد. البارحة لو قلت البارحة؟ على شنو؟ من عطت على واحد قلت له اسكت انا اريد احكي. لا هو اكو نظام داخلي المفروض هو ما يتكلم، يعني هو استاذن من الرئيس، فبالتالي هو كان محل تشويش لاظهار حقيقه، وهذه الحقيقه يجب هي من مصلحه الناس. سامع بالبهائيات؟ يعني سامع بالمصطلح. سامع بيه؟ ليش طلقوا عليه؟
ما طلقوا يعني، اكو بعضهم من يريد يمتص الغضب، اكو بعض حقيقه يريد ما يعطي للامر اهميه، لكن انا هذا طالما انفرد به فالحمد لله قابل به. زين قل لي تيار صدري، اكو وجوه تصعد وجوه تختفي وجوه تتغير بسرعه، هذا دليل عافيه وصحه وحيويه لو دليل اضطراب وعدم استقرار؟ لا ابدا، انا باعتقادي هو شيء تجدد، هذا يعني عدم يعني عدم الاحتكار الموقع. يعني انت يمكن شفت خلال رئيس كتله صدريه بالبرلمان يمكن شفت 4 أو 5، يعني انا ثالث مره. هاي شنو الموضوع؟ ليش؟ هذه ان تعطي لكل واحد فرصه. احنا حقيقه نتكلم بكل صراحه، احنا دخلنا العمليه السياسيه جدد كل اعضاء وتفاصيل التيار الصدري، هسه ممكن الاخوان الاحزاب الاخرى دخلوا العمليه السياسيه لكن مو بالعراق، ممكن هم اشتغلوا ضد العراق، هذا موضوع اخر معنا، بس احنا نقول ان دخلنا الموضوع جدد وبالتالي تعلمنا الحجامه ويا الاخوان وكذا، فبالتالي احنا الان اليوم سيد بهاء اجى هالتجربة ما نجح واكو افضل منه، لا يجي غيره وهكذا، لكن باعتقادي الان التيار الصدري يمتلك كوادر ومعلومات واسماء ممكن ان يدير الدوله العراقيه بكاملها ان شاء الله. بقول الدوله مو الحكومه، بس قول لي احس موضوع هاي التكوينات اللي مرات تسبب لنا ارباك كصحفيين وكاعلاميين قبل لا تديرون الدوله، يعني انتم عندكم مكتب السيد وعندكم الهيئه السياسيه وعندكم كتله احرار وعندكم جيش المهدي وعندكم الممهدون، وهاي علاقاتهم شلون ما نعرف، ومن الباقي من منتهي ما نعرف، حسمونا هذا الموضوع. لا انت ما تعرف الخطه الصدريه شكرا. احنا عندنا مكتب السيد الشهيد، عندنا مكتب السيد الشهيد وهذه كلها تفرعات تابعه لهذا المكتب. فبالتالي الهيئه السياسيه هي مسؤوله عن الوضع السياسي فقط. وهناك كتله احرار سواء كانت في مجلس النواب ومجلس الوزراء هي تتبع لهذا الهيئه، لكن احنا العنوان الوحيد والكبير هو مكتب السيد الشهيد. عندكم مشاكل مع المشايخ؟ كسياسيين؟ يعني مشايخ تيار الصدري؟ يعني اكيد هو في كل حزب في كل تكوين في كل تيار تكون مشاكل مع الاعضاء مع المشايخ مع، فبالتالي اكيد مثل هذه المشاكل، لكن باعتقادي هي اقل بكثير عما موجوده في سماحه السيد. عدة اطلاع على تفاصيل ياخذها التيار الصدري داخل البرلمان؟ متابع للقضيه العراقيه بشكل دقيق لعملكم؟ نعم من القضيه العراقيه، احنا جزء من القضيه العراقيه، قراراتكم كتله وتيار يعني تدخله بالقرار يعرف؟ طبعا احنا هناك اولا هناك ثوابت مبلغين بها، هذا لا يمكن احد ان يتجاوزها ما نرجع. هناك قرارات يعني تكوين هيك، عندنا اعضاء مجلس النواب هناك مساحه نتعامل بها، عندكم الهيئه السياسيه بشكل، عندنا الهيئه السياسيه وعندنا الاشراف على الهيئه السياسيه وعندنا العشاريه وعندنا سماحه السيد. فبالتالي اكو فد مساحه معينه ممكن ان ناخذ بها القرار من سماح يعني من 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 العشاريه الى كتله الاحرار، ولا تختلف الى ان تصعد، لكن هناك قرارات مهمه لها ان تكون من سماحه السيد، وباعتقادي هو حقيقه لم يتخذ قرارا منفردا ما لم يشاور ويتشاور مع الاخرين. محاوله اغتيالك الحمد لله على السلامه، الله يسلمك، حقيقيه؟ يقولون مو حقيقي، يعني هذه ممكن ان تتاكد منها اوراق رسميه. انت انا كلامك بالنسبه لي يكفي. اي لا موجوده، ولذلك كانوا متهمين وموقوفين ومن لزم الجنات حقيقه مو بها العرجي مشكوهم الشرطه. منو كانوا؟ يعني انا باعتقادي كان موضوع سياسي، ولذلك الموقوفين او المتهمين اقولها انا ما اريد اسال اكثر من هالسؤال، هم كانوا موقوفين اصلا اتضح لي كانوا موقوفين، لكن خرجوا من التوقيف حتى ان يقوموا بهذه المهمه، يقول لهم الله يعافيكم. ويرجعوهم لو يطلعوهم؟ لا بعد ما الجيش المهدي شارك في عمليات في سوريا، يعني سمعنا المعارضه السوريه تتحدث عن مشاركه الجيش المهدي في سوريا. هذا مو معارضه، هذا حقيقه اعطيك دليل شيء كبير. اولا الجيش المهدي هو مجمد في العراق والاصل في العراق، والغرض من الجيش المهدي هو الاحتلال ومن ثم يعمل في رقعه لكن اقول لك شيء واحد، هذه مساله ولو رح نطلع عن الملف العراقي. يعني هذا اللي صار في سوريا وفي مصر وفي تونس وفي كل هذه الدول وليبيا، يوم واحد حرق نفسه بتونس هذا شيء مخطط له. لذلك مخطط امريكي؟ ممكن امريكي، اكيد امريكي، وممكن ويا اسرائيل او دول اخرى، والمهم انا اجي اقول لك اعطيك دليل هذا الموضوع. يعني الاتفاقيه الامنيه
ما او الاتفاقيه الامنيه ما بين اسرائيل ومصر من 79 هذه صارت مطبعة بالاخوان المصريين، لذلك ارادوا شيء واحد. مصر الان تعتبر هيبه العرب، سوريا صمام امان العرب، لذلك سوريا مهمه جدا، وهذا ما يبكي، وهذا الدليل اللي انا اقول ثلاث دول اخذ تونس مصر اليمن، اثبت انه اليمن ومصر وتونس اقوى لغه عربيه عندهم، ماشي في اللهجه وانما اللغه العربيه، ومن قادوا هذه الثوره هم الاسلاميين، اخوان المسلمين، حزب اسلامي، يعني الاعلام الاسلاميه، والمعروف هذه الاحزاب هي اقوى لغه عربيه عندها. انطيني الشعارات بكل هذه الدول اللي صارت بها، الشعب يريد التغيير. اللغه العربيه تقول فعل فاعل مفعول به. هذا لا، مفعول فعل مفعول به فاعل. وهكذا، هذا يعني انه كان عنوان انجليزي بلغه غير عربيه ترجم الى العربيه. هذا نفس الكلام اللي يقيل عن قانون إدارة الدولة الذكرى. لا لا لا، قالوا ذاك القانون مترجم. أنا أعطيك، مو أنا أعطيك، هذا واقع. مو من المعقول أنه تكون نفس الدول نفس الشعارات. لذلك سوريا الآن حقيقة كل الدول حقيقة نقف معها ومتألمين على الوضع اللي كان في بها السابق والحالي، لكن سوريا حقيقة خسارة كبيرة. طيب خلينا نرجع على الأزمة بين دولة القانون والقائمة العراقية. اكو تهديدات من القائمه العراقيه باعاده الانتخابات، بانسحاب من العمليه السياسيه، هل سنشاهد دعم من كتله احرار لدوله القانون؟ نحن ندعم دوله القانون اذا كان موقفها للمصلحه العراقيه، وندعم العراقي اذا كان موقفها للمصلحه الوطنيه. هذا سؤال دبلوماسي، جاوبني بصريح. أنا أعطيك بصراحه، احنا الان ان كنا في داخل التحالف الوطني، لكن نجد هناك مواقف كبيرة أقرب لنا في القائمة العراقية. لذلك مسألة المئة يوم وتقسيم قدمها، موقفك أنت بعيد عن دولة القانون، مو موقف التيار. يعني مو بالعكس، أنا أقول لك من دولة القانون، أنا أقول لك قريب على هذا الموضوع، أنا أقول لك في مواقف ماذا أقول لك، أنا جزء من 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 أنا جزء من التحالف. أنا أعطيك مثلا، لما دخلنا تحالف وطني هي مكونات الائتلاف السابق، لماذا الآن ترى كتلتين؟ دولة القانون، لكن ما تلقى قدام ائتلاف عراقي، تلقى تيار صدري من الشعلة. هذا يعني هم حقيقه يعتزون في وضعهم اكثر مما اعتزازهم بالتحالف، عنوان كبير التحالف الوطني. الان انت في العراق يشوف كثير من الاخوان في الاخوان هم في دوله القانون، عندما يطلع يقول لك نائب عن دوله القانون، لكن اعطيني واحد من عندنا يطلع يقول نائب عن الائتلاف الوطني. يقول اما تحالف وطني او تيار صدري. لذلك هم حقيقه وجدوا من هذا التحالف فد قارب ليعبر عليه وتشكيل الحكومه، احنا لا. احنا نسعى ان يكون هذا التحالف الوطني هو مؤسسه عراقيه وطنيه، يعني يذهب كل مكان ويتعامل مع كل القوائم العراقيه، يعني القائمه العراقيه شو تريد؟ اخذت حقها واكثر. اخذت حقها واكثر، لكن المشكله الان وين؟ الان والقائمه العراقيه بكثير من وزراء المقدمين حقيقه ممكن ان يسيئوا للعمليه السياسيه. توجد شراكه وطنيه حاليا؟ ويا من؟ مكونات المشتركه في الحكومه، اكو شراكه يعني بين القائمه العراقيه ممكن أكو شراكة والتحالف ممكن الوطني ممكن والتحالف الكردستان؟ القائمه العراقيه تقول ماكو شراكه. لا ماكو شراكه وطنيه ابدا، ماكو شراكه. الشراكه الوطنيه تتخذ بالقرارات. يعني انا اعطيك مثلا، انت تقول تحالف وطني، تحالف وطني انا عضو في اللجنه الرباعيه اللي تقابل الوزراء الامنيين اللي من مكونات التحالف، وانا وبعض اخواتي نمثل التيار الصدري او كتله الاحرار في التحالف الوطني في كل الاجتماعات اللي يحضرها رئيس وزراء او تكون برئاسه رئيس التحالف. لم نعلم بالمرشحين الامنيين الا ان جاءوا الا عن طريق الاعلام. مو بالضروره تعلم. اخي انا مرشح رئيس وزراء، مرشح التحالف، وهؤلاء مرشحين التحالف. انا اخذتهم من البرلمان، صوتوا عليهم، تريدهم صوتوا عليهم. ليش شكلنا لجنه؟ احنا كنا مقابل غير وجهنا غير اسماء. فبالتالي هذا هي حقيقه ما اعتقد. انا اتمنى، انا اقول لك بصراحه، الوضع اللي يمر بالعراق وضع خطر جدا على المستوى السياسي، على المستوى الامني، على كل المستويات الخدمي، لذلك يراد وقفه حقيقيه. انا باعتقادي السيد المالكي هو المسؤول الاول، واحنا داعمين له بكل شيء اذا بقى على هذه تعهداته وان يستمر في هذا الموضوع. لكن ايضا نحن لا نريد من الحكومه العراقيه ولا من السيد المالكي ولا من دوله القانون ان يعيش على الازمات. يعني اليوم خلافه مع التيار الصدري حتى يكسب العراقيه، مباشر خلافه مع العراقيه حتى يكسب التيار الصدري. نحن فهمنا اللعبه السياسيه وممكن صرنا اساتذه بها اكثر منهم، لكن لا زلنا ننظر الى المصلحه الوطنيه فوق كل شيء. ممكن ان نتضرر سياسيا واحنا نعرف راح نتضرر، لكن ان نبقى بهذا العنوان الوطني ان شاء الله. شكرا جزيلا لك سيد بهاء العرجي على هذا الحوار، شكرا لكم اعزائي المشاهدين، ونلتقي قريبا ان شاء الله.